السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله، أرجو من فضيلتكم بيان ما يجب على المرأة المتوفى على زوجها أن تفعله فترة العدة، وما يجب عليها تجنبها. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة التي مات عنها زوجها تتجنب في مدة العدة أولا كل ثياب جميلة تعد تزينا، وثانيا التحلي بجميع أنواعه سواء كان في الأذن أو في الذراع أو على الرأس أو قلادة أو ما أشبه ذلك، جميع أنواع الحلي. الثالث الاكتحال، فلا تكتحل لا ليلا ولا نهارا. والرابع التحسين بالتحميل الشفاه أو غيرها، فلا يجوز لها أن تفعل شيئا من ذلك. والخامس أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة. والسادس أن لا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، إلا أنها إذا طهرت فلها أن تستعمل شيئا من البخور تطيب بها ما حصل فيه رائحة من فرجها وما حوله. كان فيه صرع. نعم. يأتيها صرع. يجوز لها تخرج. قلت إن تخرج من البيت للحاجة أو الضرورة.